الفن التشكيلي في السودان وفي العالم يعني واحد من الفنون الجميلة جدا والملهمة جدا، وبنجد فيها وسيلة تعبيرية لأي شخص مبدع تشكيليا. أنا بتمنى كل أطفال السودان وكل الأسر السودانية المهتمة بهذا الفن إنها تحاول تنشط أطفالها من خلال هذا الفن ليبدعوا أكثر وأكثر، خصوصا إحنا عارفين إنه الأطفال هم خام وعندهم ملكات مختلفة ممكن يقدموها من خلال الفن تشكيليا، ممكن تكون رسالة للمجتمع، ممكن تكون رسالة للدولة، ممكن تكون رسالة للأطفال نفسهم. حنتواصل وإحنا مستمرين في ذات الفن، ولكن هذه المرة حنجمع بين الكلمة واللحن، ومن خلال الفنان الشاب مالك المكاشفي الطيب موجود معنا من خلال هذه التجربة الفنية السرة. وأكيد أي تجربة عندها محاسن ومساوئ، ولكن في النهاية لما تصنع هذه التجربة فنان مختلف، إحنا بنقول دائما إحنا مع الشخص المتميز والمختلف. سعيدين بك ومساء الخير. يا مساء النور عليك يا أستاذة، وسعيدين إنه أنا في برنامج زي الأصيل على قناة الشروق الفضائية، وإن شاء الله أقدم حاجة مميزة وحاجة تنال رضا المشاهد إن شاء الله. إن شاء الله. أنا يعني عرفتك طبعا باسمك مالك المكاشفي، وأنا عارف إنه أنت اسمك مالك الصداح. أيوة أنا. نتعرف على الاسم ده جاي من وين؟ والله الاسم جاء من أستاذي الدكتور عبد الميت خليفة، فهو برضه بيسمي العديد من الفنانين سماك الصداح. أيوة سمعنا صداح. أعجب بأدائك. نعم. طيب إحنا حنسمع أول عمل عشان جداً. نشوف الصداح ده جاي من وين، وبرضه إحنا كمان نقدر نغرر جدا كنت صداح ولا ما صداح. جدا. هنسمع شنو؟ هنسمع يا صبوح من كلمات والحان الدكتور عبد الميت خليفة. لك التحية. تفضل. السلام عليكم. غير صارحة لك أبوه، غير صارحة لك أبوه، أشيل وأحسه بوضوح، أشيل وأحسه بوضوح، يا صبوح يا صبوح يا صبوح. أنا حبيك حبيك ما ناسيك حبيك، أنا حبيك حبيك ما ناسيك حبيك، من زمان ما قادر أبوك، من زمان ما قادر أبوك، اشيل واحسه بوضوح، اشيل واحسه بوضوح، يا صبوح يا صبوح يا صبوح. قبلك أنا أنا مجروح، قبلك أنا أنا مجروح، أسيبك وين وين أروح، أسيبك وين وين أروح، من زمان ما قادر أبوح، من زمان ما قادر أبوح، والأمان معاك تروح، والأمان معاك تروح، يا صبوح يا صبوح يا صبوح.
أسيبك ولو أروح، لو أسيبك لو أروح تزفر زهور الرود والقمر أسف تنور، تزفر زهور الرود والقمر أسف تنور. يا صبوح 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 يا صبوح. شكرا جميلا وشكرا للأداء وفعلا صباح يعني. خلينا نتكلم على الدورات المدرسية والمنتديات، وأكيد دي مشاركات ممكن تدعم الفنان في بداياته. نعم والله في الحقيقة كان شاركت برضو في الدورات المدرسية وبرضو شاركت برضو في المناسبات الخاصة والعامة. شاركت برضو في الغاير في منتدى ماري اليمن الثقافي بالغاهرة، وكافيه هيبا كايرو برضو، حفلات وكذا يعني. النوع من الأغنيات اللي أنت دائما بتحب تغنيها شنو؟ يعني بتميل للحديث ولا للشعبي ولا متجه للأعمال الخاصة؟ والله يعني بحب كله فن جميل يعني، الفن صحيح. السوداني الأصيل الجميل يعني. يعني الأقرب لقلبي برضو طبعا أكيد الأعمال المسموعة طبعا. صحيح. والخاصة برضو لو يعني حسيت كده وهنا ممكن عادي يعني تعمل. ضروري انه الفنان يبدا بالمسموع؟ انا شايفه كل الفنانين بيبداوا بالمسموع. ايوه لازم. لانه في الرواد اللي قبلينا الاساتذه المحترمين برضه يعني بدوا بالقديم. اما الجديد ده يعني برضه ممكن توصل يعني للناس من خلال برضه يعني صوتك او الكلمات والالحان على حسب تعاملك مع الشاعر والملحن. لكن عشان الناس تتقبلك لازم تديها مسموع في الاول. لازم. نعم بعد كده تطلع الشغل الخاص. نعم هنسمع شنو تاني؟ نعم هنسمع عرسك مبارك من كلمات وألحان دكتور عبد المجيد خليفة. نسمع. ماشي. جيناك نغني والحبايب جات تهني، يلا يا مزيق رني، يلا يا دنوك رني، والصغاري تملى دارك يا عريس عرسك مبارك والدتك جاتك طبارك والأبو فرحان يشارك، صرت للعذوبية تارك، صرت للعذوبية تارك، والدتك جاتك طبارك والأبو فرحان يشارك، صرت للعذوبية تارك، صرت للعذوبية تارك، يلا يتهنى بديارك يا عريس عرسك مبارك والعروس حسن اختيارك يا عروس اجك نصيبك، ضمي في عشك حبيبك، اكسبي ام نسيبك، اكسبي ام نسيبك، يا عروس اجك نصيبك، ضمي في عشك حبيبك، اكسبي ام نسيبك، اكسبي ام نسيبك، والعيون تحزن تصيبك
يا سعادتك ويا هناك الله حقق لك هناك شارك الحبال معاك شارك الحبال معاك يا سعادتك ويا هناك الله حقق لك هناك شارك الحبال معاك شارك الحبال معاك تزعدي ويدوم هناك 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 شكرا جميلا إن شاء الله السعادة دائما لكل الرفقاء وكل المحبين وكل الأزواج إن شاء الله يا رب. عندك تجربة لحنية فنية؟ نعم. بدأت بتين التجربة دي؟ ولحنت شنو؟ يعني ما بدأت يعني قريب كذا يعني والله كتبت وانا برضه يعني بتقول الحبيب هجرني دون أسباب تركني كيف لجروحي طيب دي لحنتها برضه حاليا يعني برضه شغال في شغل في استوديو كذا بسجل وكذا يعني بعمل في عمل جديد. دائما التجارب دي مهمة جدا ويعني الواحد كونه في وقت مبكر يكتب ويلحن انا افتكر انه دي اضافة كبيرة جدا. نعم. لكن رغم كده اي تجربة فنية يمكن نقول الحاجة دي من محاسنها لكن برضه عندها مساوئ. حقيقي والله. طبعا انا والله بتشرف انه الدكتور عبد المجيد خليفة كان هو الأول واحد اللي عملت معاه ايوه له من هنا التحية يعني. لكن بالنسبة لأعمالي يعني برضو الحاجات اللي أنا عملتها دي برضو بحاول إنه لسه يعني أنا يا داب يعني مبتدي كذا يعني في البدايات يعني بحاول أضبط شغل وأعمل حاجات حلوة لأنه الزوق العام بقى يعني مختلف في الساحة الفنية يعني. التفاعل كيف يعني الشباب اللي من جيلك ومن عمرك بتفاعلوا كيف مع أغنياتك؟ والله يعني على حسب أكثر بتفاعل في المسموع طبعا. يعني حتى لو مشيت حفله او حاجه يقول لك مثلا غنينا الاغنيه الفلانيه بتاعت فلان كذا دارين مسموع حتى دارين الشباب مسموع. ايوه لكن لما الواحد يوصل مرحله معينه من في المزيكا كذا انك يعني بقيت حاجه كذا في الطب ممكن عادي يطلب اغنيه بتاعتك يقول لي غني لينا مثلا كذا غني لنا كذا يا سلام. لكن حاليا احنا لسه في البدايات وكذا يعني لسه في المسموع لسه ايوه يعني في البدايات وكذا يعني هو المسموع ده بالمناسبه خليك بتجود اكثر لا المسموع في لونيات مختلفه اغاني الحقيبه والاغاني يعني بتاعت الرواد يعني بتكتشف نفسك سيد خليفة عثمان الشفيع الناس العمالقة يعني صحيح. طيب أنا تجربة تحت القاهرة دار أتكلم عنها وأسمع عنها أكثر ونوريها للمشاهد تجربتك في القاهرة. نعم والله شاركت في منتدى ماريا اليمن الثقافي كان بحي يعني شكل المشاركة كان شنو يعني؟ والله بتغني يعني غنى خاص ممكن تقدم مسموع. والتفاعل كيف كان؟ والله التفاعل جميل يعني كانت أيام جميلة الصراحة في كايرو يعني وبنتمنى برضه ان شاء الله لسه يعني هسه حاليا عندها برضه هنا في عندها منتدى حاليا ومدعو انها اشارك فيه حاصر في البرنامج. انا لاحظت انه في بعض الفنانه الفنانين النوبيين يعني دائما بيردوا الاغنيات السودانيه بكثره. ايوه نعم في زميل برضه يعني في من اسوان كده بردد الاغاني السودانيه حمو وانا تقابلت معه حمو اسماعيل صحيح انسان جميل جدا ويحب السودان وتراث السودان بغني بصوره جميله قريب جدا قريب من ايوه قريب من بلدنا برضو عاداته وتقاليده وكذا يعني. طيب نسمع عمل نسمع شنو جدا يعني حنسمع معي في الحي لسه في الغزل كله اغاني كلها غربه في الغزل نعم نسمع من كلمات والحان دكتور عبد المجيد خليفه تفضل. ساكن معاي في الحي شخصك مناسب لي ساكن معاي في الحي شخصك مناسب لي أنا منك وإنت لي عامل ثقيل يعني ما ناوي تسمعني عامل ثقيل يعني ما ناوي تسمعني وقلبي طارعني
طاوعني ونريدك منعني أصل تقول سلعة بس يا جميل أوعى أصل تقول سلعة بس يا جميل أوعى ما تعمل البدا ما تعمل البدا وسيبني في لوعة فاكر تجيني برا شايل المحنة معاك فاكر تجيني برا شايل المحنة معاك أسد فيك جفاك أسد فيك جفاك انت البديت وبراك ساكن معاي في الحي شخصك مناسب لي ساكن معاي في الحي شخصك مناسب لي أنا منك وانت لي شكرا لك يا خداي جميل شكرا لك واتمنى لتجربتك التوفيق والنجاح وأنا شايفة فيه علاقة كده وطيدة مع الدكتور عبد الماجد خليفة كلمنا عن سر العلاقة دي وأكيد هي سبب في النجاح نعم والله يا دكتور يعني من هنا له التحية يعني بتبنى الشباب الناس المبتدئة يعني كده وحتى هسي في ناس في الساحة ما شاء الله هم برضو دعمون وكده يعني فراجل برضو يعني بيمشي مع الشباب وما بيتمسك يعني شديد بيدعم الشباب أيوة بيدعم يعني بنمي الموهبة وبيشوف لو انت صوتك محتاج تمارين تتمرن لحد ما توصل مرحلة تانية تديك كلمات والحان وتتعامل يعني يا سلام بالتوفيق دائما اللهم آمين طيب يعني انا برضو في زي ما في ملحنين وفي مثلا شعراء وفي فنانين دي كلها انا بقول عليها عملية متكاملة نعم. خلينا نتكلم عن الشعراء تحديدا وتعاملك مع الشعراء يعني عندك ابراهيم الرشيد وعثمان والله حقيقة نعم أنا تعرفت بالأستاذ من خلال الدكتور برضه يعني إبراهيم الرشيد يعني عملت برضه مع الأخ الأستاذ مهند العمرابي من هنا التحية وبرضه صديقي الفنان عبد الرحمن النوني هو تتلمذن عليه إذا الدكتور كل جميعاً يعني فتعاملنا يعني بشوف أي كلمة يعني أي لحن كذا أغنية قريبة مني بحاول يعني أغنيها يعني فلون أصلاً هو جماعة يعني مكون من ثلاثي يعني الفنان والشاعر والملحن صحيح دي العمليه اذا اكتملوا الاغنيه تطلع جميله يعني صحيح ولازم يكون في توافق بيناتهم وفي ارتياح وكذا يعني ما في اي مفارقات حقيقه نعم انا والله ما عندي مشكله باي اغنيه يعني حبيتها كذا بغنيها يعني ما برضه في حاجه كذا كتبوها لك خاصه لك انت اعمال خاصه والله لسه يعني في ايوه في أعمال خاصة. أيوة. اتلحنت ولا لسه؟ والله لسه جاري في الورشة لسه جاري المراجع فيها ومظبط فيها لسه يعني. طيب أنا في الختام كده داير منك رسالة لكل الفنانين الشباب اللي هم الآن يعني أنا شايفة أعظمهم اتجهوا للغناء الشعبي حتى المتلقي المستمع اتجه للاستماع للأغنية الشعبية الاهتمام بالتراث ده أنا دايرك تقدم رسالتك من خلال المنبر ده. لكل الفنانين الشباب كيف يحافظوا على الموروث الفني بتاعنا من خلال أغنيات الحقيبة من خلال الغناء الشعبي والأغنيات الجميلة اللي هي موجودة في الساحة الغنائية السودانية والله هو صراحة الغناء الشعبي غناء جميل غناء متفاعل كده يعني غناء طرب واستماع وأغاني جميلة جدا يعني وأتمنى يعني نحافظ على التراث يعني ويعني برضو بلاش يعني نعمل الأغاني مع يعني متداول السوقيه دي زي ما بقولوا اغاني سوقيه يعني صحيح لكن اتمنى يعني ان احنا كلنا الشباب وانا من ضمنهم
انه نقدم محتوى يليق بالذوق العام. يا سلام. أيوة. ده كلام جميل ومليان. شكرا جميلا مالك المكاشفي الطيب. هنختم بعمل نقدمه هديه للمشاهدين ونقول لك شكرا جزيلا على حضورك. شكرا لك يا استاذه، وبشكر المخرج وفي الاعداد وفي التصوير وفي مهندس الصوت. شكرا في الميديا، وبشكر قناة الشروق للاستضافة الجميلة دي. شكرا لك، نورتك. هقدم عمل ختامي بعنوان ابويا من كلمات والحان الدكتور عبد الميت خليفة. نعم تفضل. أبوي أبوي أبويا أبوي أبوي أبويا أبوي أبوي أبويا أبوي أبوي أبويا فارس القبيلة شيال التقيلة فارس القبيلة شيال التقيلة شيال التقيلة العوية بيزيلة أبويا 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 الفاتحة دارو يكرم لجارو الفاتحة دارو يكرم لجارو يكرم لجارو يحترم غرارو أبويا 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 وارث الفهم بالشيء ما نظم وارث الفهم بالشيء ما نظم بالشيء ما نظم كمل للفهم أبويا 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 قشاش الدموع لابس الدروع قشاش الدموع لابس الدروع لابس الدروع يا رب بيطول أبويا 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 رباي اليتامى في وجهه ابتسامة رباي اليتامى في وجهه ابتسامة في وجهه ابتسامة في درب السلامة أبويا 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 آه بريد أبويا آه أبويا أبويا آه أبويا أبويا.
تحية لكل المشاهدين وتحية لكل الآباء اللي هم دائماً يلوحون بالإرادة والعزيمة للتربية والكفاح في كل مكان، ونترحم على كل الآباء اللي هم متوفيين ونتمنى لهم الجنة إن شاء الله. وبهذا اللحن الجميل نكون وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من ظلال الأصيل اللي بدرناها بدكتور هاني الفاضل. ويعني المشاكل الموجودة في طب الصيدلي عموماً من خلال الرقابة أو من خلال النقابة اللي ممكن هي تقوم على تنفيذ مشاريع صيادلة الطب. وأيضاً كلمة جميلة جداً للاعب المريخ السابق فيصل الحنان اللي كان حضور معنا من خلال هذه الحلقة، وأخيراً ختمنا مع الفنان الشاب مالك صداح. ولا يفوتنا أيضاً أن نقف إجلالاً وتقديراً وإحتراماً لدوزن الكلم مع التجاني حاج موسى خير ختام. كونوا دائماً بخير، تحياتي وفريق العمل.